والحضرة هنا كما قال ابن عجيبة، الحضرة هنا هي دائرة ولايته سبحانه وتعالى. حضرة الله هي دائرة ولايته سبحانه وتعالى، دائرة معرفته عن قرب، دائرة معرفة الحق سبحانه وتعالى عن قرب، أو كما قال هي عكوف القلب في شهود الرب، أو على شهود الرب، عكوف القلب في شهود الرب. سجد وعكف على مشاهدة مولاه سبحانه وتعالى، بحيث يفنى من لم يكن فان ويبقى ما لم يزل باق. يتحقق عندما يفنى الإنسان مع قطع العلائق النفسية والشهوات، مع مجاهدة النفس، يقطع هذه العلائق، علائق النفس كما قلنا، من الغل، من الحسد، من الكبر، من كذا من كذا من كذا. فكلما أزال حجابا أو جاهد نفسه في واحدة من هذه، زال عنه حجاب من الحجب التي تحجبه عن معرفة الله تعالى، حتى يرق، حتى يفنى تماما، ولم يبق منه إلا السر الباقي الحقيقة، ولا يرى الباقي إلا الباقي، لا يرى الباقي سبحانه وتعالى إلا الباقي، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. أو تقول ابن عجيبة، الحضرة عبارة عن كشف رداء الصون عن أصل نور الكون، كشف رداء الصون عن أصل نور الكون، أي أن الحكمة أو الأسباب حجاب، حجاب يصون بها الحق سبحانه وتعالى قدسية الغيب. فهنا عندما يتحقق الإنسان يزول هذا الحجاب، حجاب الأسباب، حجاب الحكمة، حجاب العقل، لأن هذا العقل حجاب عن الغيب، العقل يتفق مع الأسباب، مع عالم الحس. فهنا عندما يرتقي الإنسان من عالم الحس إلى عالم الغيب، عندما يرتقي من عوالم الحكمة، من عوالم الأسباب، ويشرف على حقائق الغيب، فهنا كشف رداء الصون عن حقيقة نور الكون، حقيقة الأنوار، لأن هذه العوالم متراكبة على بعضها ومتصلة بعضها البعض. فتلوح أنوار القدم على صفحات العدم، تلوح أنوار القدم، قدم الحق سبحانه وتعالى، تلوح أنوار الحق على صفحات العدم، لأن الكون أو غير الله سبحانه وتعالى عدم، الوجود الحقيقي هو لله عز وجل، وما سواه فهو عدم، الوجود الحقيقي هو لله عز وجل.